محاكمتنا اليوم هي تشريع للفساد في بلدي وضربة موجعة للصحافة الاستقصائية التي تكافح من أجل التغيير في عالمنا العربي. فنحن نطمح إلى الاقتداء بالولايات المتحدة بالمادة الأولى من دستورها، حيث حرية الصحافة مصانة، وبموجبها نعمل ضمن بيئة محمية كالتي تتمتع بها الصحافة الاستقصائية العالمية، وأنتم تعيدوننا سنوات ضوئية إلى الوراء.